2011 بقى البطولة انتقلت إلى جنوب إفريقيا. هذه بدأ اللعب أساموا 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 الهدو خدوا أساموا والهدو خد الجميل هنا من جانب المنتخب الغاني برازيل القارة الإفريقية كما كان يطلق عليهم في السابق. هنا في لمحة ولمسة جميلة من المنتخب الغاني بعده يسجل في الدقيقة 40 لكن بعد اختراق ناجح جدا. وأمامنا هنا بعده يتلقى الهدية الجميلة من اللاعب كوادو أساموا وادو أساموا. أمامنا هنا اتعملت حلوة قوي. يا سلام يا جان يا سلام يا جان يا سلام يا جان. شوف هنا الهدف وخد جميل وأساموا انطلق وبادو اللي بيكمل بالعمق يحط الهدف الأول. هنا لاعب فريق أودينيزي اللي بيسجل في هذه اللقطة الهدف الدولي السادس لي مع المنتخب الغاني. سجل في مصر كان سجل في الأمم الإفريقية في مرمى غينيا 2012 في يعني اللقاء اللي كان انتهى 1-1 من المنتخب الغاني. كاد ان يسجل عن طريق ألبرت أدوما واربع ركنيات ورأسية في المرمى في المرمى في المرمى يسجل هنا كوادو أساموا. سجل هدفه الدولي الثاني بعدما سجل في مرمى مالي. هنا نجم اليوفي امامنا في هذه اللقطة يسجل المنتخب الغاني في مرمى المنتخب الكونغولي. ادي امامنا كيديابا كيديابا حارس المرمى وأمامنا الجمهور الغاني. هنا البلاك ستارز عن طريق رأسية اللاعب المحترف في فريق نادي يوفنتوس كوادو أساموا. هذه أمامنا هنا أساموا كوادو يسجل الهدف بضربة رأسية صعبة صعبة. شوف هنا الكرات الضربة الركنية ملعوبة حلوة حلوة وتعدي الكرة تعدي من كابونجو ويجدها على طول أساموا. الركنية الملعوبة إيه من اللعب وكاسو. وأمامنا بقى الكرة ترتطم في إيد الحارس وأمامنا تتهادى في الشباك ضربة رأسية لا تصد ولا ترد. والهدف الثاني للبلاك ستار. النجوم السمراء في هذه اللقطة يتقدم المصري بهدف جده في طبعا الواندا في أنجولا. هنا أمامنا بنتابع البطولة القارة السمراء واحدة من البطولات القوية. هنا أمامنا كرة في العمق وممكن هنا الفرصة وهدف وهدف حلو. الأهداف كان في أمطار غزيرة بالأمس في جوهانسبرغ ولكن في هذه الليلة الهدف أمامنا هنا من جانب موبوتو. تريزور موبوتو بيسجل في الدقيقة 53. كنا نحكي بأن غانا ليست في أفضل صورة لأن هناك ثغرة كبيرة في دفاع المنتخب الغاني. الصراع في هذه المجموعة سيكون صراع محتد في وجود مالي في وجود النايجر. هذه أمامنا هنا كلودر وابي يقول لهم ده الشغل المطلوب ده الكلام المطلوب ارجع وقفل. وادي أمامنا هنا بقى التمريرة الحلوة الحلوة جدا وأمامنا هنا موبوتو تمريرة جميلة من ماكيادي أمامنا إلى موبوتو. موبوتو بقى شوف بقى جيان ضيع يعني كرة أسهل من دي وسلام على ماكيادي في فرايبورغ في ألمانيا لموبوتو اللي بقول لحضراتكم في مازيمبي واللاعب المتميز جدا اللي ممكن ينتقل إلى فريق نادي السلتيك في اسكتلندا. هدف في الدقيقة 53 لتصبح النتيجة 2-1 بعد التعادل اللي كان في لقاءات الأمس ما بين جنوب إفريقيا والرأس الأخضر. وأمامنا إنذار لوكاسو إنذار لوكاسو كبديل وركل الجزاء. واللاعب موبوكاني 9 أهداف في 18 مباراة 4 أهداف في التصفيات وصلت الفريق للنهائيات بعد غياب منذ المشاركة 2006 وخروج أمام مصر في الدور الثمانية. أمامنا هنا موبوكاني 2-1 لغانا. موبوكاني يا سلام يا موبوكاني يا سلام يا موبوكاني يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا موبوكاني. خلى داوودا يروح إلى أكرا وأمامنا هو الاحتفال. أدي أمامنا كديابة أدي كديابة أدي كديابة أمامنا هنا في هذه اللقطة في يعني أمامنا يعني الاحتفال من كديابة بهدف التعادل من ركل الجزاء للاعب مابوكاني. مابوكاني يسجل التعادل في هذه اللحظات. أمامنا هو يعني يحط داوودا في الزاوية اليمين ويكنها له حلوة حلوة صعبة صعبة جميلة جدا جميلة. ولو حتى راح معاها الحارس السابق ريتشارد كينغستون لو حتى بيلعب. وهذه أمامنا هنا في هذه اللقطة يعني الحارس كديابة ما تقوليش بقى لا لياقة ولا إيه ده الراجل إيه بهلوان بهلوان. أمامنا كديابة أمامنا هو شوف ده